هاد الصوره اللي غتشوفوا دابا هي صوره حقيقيه بالاشعه. واحد السيد جا للسبيطار دخل له داك البسمار ديال الشينيور من القدام وخرج له من الله. غتقول لي البسمار ديال الشينيور فيه غير شي 6 ولا 7 سنتيمتر؟ لا خويا، هاد السيد البسمار اللي كان داير في الشينيور فيه 45 سنتيمتر. والمعجزه اللي طرات مع هاد السيد من بعد ما طرى ليه هادشي كامل، خرج من بعد بصحه جيده ورجع لخدمته ولعائلته عادي. اكيد دابا غتبغيو تعرفوا الاحداث ديال القصه كامله، كيفاش هاد السيد طرى ليه هادشي وكيفاش بقى في الاخر بصحه جيده رغم انكم الصوره شي على شتوها تقولوا هاد السيد ما يمكنش يعيش. ديروا واحد الفولو واحد اللايك ويلاه ندخلوا في القصه. المهم هاد السيد اللي وقع عليه هاد الشيء كان سميتو رون هاند وكانت في عمره 41 سنه، وكان داخل مع واحد الطاقم ديال العمال اللي كانوا كيبنيو الديور. والخدمه اللي كان مكلف بها هاد السيد ديك النهار هو انه يدير بزاف ديال التقابي في السقف. المهم وصلوا للبلاصه اللي يخدموا فيها، طلع رون هاند هبط السلم اللي فيه 2 مترو ودخلوا للدار ووقفوا بحال هكا باش انه يقدر يطلع ويتقب في السقف. صافي ركب الشينيور في الضو، خشى ليه البسمار ديالو، تيستاه خدام مزيان، طلع واحد 4 درجات في السلوم وبدا كيدير داك التقابي في السقف. صافي من بعد ما سلم من ديك البلاصه هبط من السلوم هزو وداه لبلاصه وحده اخرى باش انه يكمل خدمته ويزيد يدير تقابي وحده اخرين تما. ولكن هاد المره من طلع رون فوق السلوم وبغى يتقب عيا ما يبرك على الشينيور ما بغاش يدخل ليه في السقف. رون ما فهمش البلان علاش، حيت الدار كامله مصوبه من الخشب، يعني ما كايناش شي ساريه ولا شي حاجه اللي غتبلوكي ليه الشينيور ما يدخلش. الحل اللي لقى رون في ديك اللحظه هو انه خصو يبرك على الشينيور بجد باش انه يقدر يدخل ويتقب السقف. وحاجه باينه اللي بغى يبرك كثر على الشينيور خصو يطلع حتى للدرجه الفوقانيه كاع ديال السلوم، في بلاصه ما كان في الدرجه الثالثه ولا الرابعه ولا دابا في الراس ديال السلوم. وديك البلاصه الاخوانيه اخطر بلاصه كاينه في السلوم، اكشري الا كنتي بوحدك، الا كان شي واحد شاد معاك وشوف واش زعما طلع لتما. انت راه من غتبرك راه غتدفع، راه كتدفع الشينيور الفوق، يعني راه كتضغط على السلوم، يعني يقدر يطيح، ما فكرتيش فيها؟ صافي رون واخا في الراس ديال السلوم بدا كيحاول التوازن ديالو شويه وبدا كيبرك على الشينيور بجد، والقابل اللي بدا كيخدم معاه شويه يعني ولا كيدخل الشينيور كثر. صافي رون ملي بدا كيبرك بجد على السلوم ومشكل السلوم كان مايل شويه طار السلوم من تحت رجليه. رون في ديك اللحظه حاول يلوح الشينيور بعيد عليه باش انه ما يطيحش عليه من بعد، حيت كاع الناس اللي خدامين في البنا كيعرفوا ملي تكون في السلوم وكطيح من شي بلاصه كتحاول تبعد عليك اي حاجه في يدك اللي تقدر انك تطيح عليها ولا تطيح فوق منك من بعد. ولكن رون في ديك اللحظه اللي دازت بالزربه ما قدرش انه يلوح داك الشينيور بعيد عليه بزاف، والحاجه اللي خايبه بزاف طرات هو ان الشينيور بس سبقوا للارض عطاه داك المسمار ديالو للفوق. وخونا ملي كان طايح جانيشن في ديك البسمار ودخلو في عينو اليمنيه. والمشكله هذا البسمار ديال الشينيور اللي دخل في العين ديال رون الطول ديالو فيه 45 سنتيمتر والعرض تقريبا 4 سنتيمتر، لدرجه الاخوان ملي دخلت له في عينه اخترقات له راسه كامل وخرجت له من الله. دابا رون ملي طاح وداك السخونيه ديال الدم ما حس بوالو، كيحاول يبغي يحرك راسه ما فهمش علاش ان راسه ما تيقدرش يحركه. حتى من بعد رون بدا كيقيس بيديه قاس الشينيور، من بعد بقى غادي متبعو شويه تيلقى البسمار داخل ليه في عينيه، كيبقى يحس كيرجي ورا راسه تيقيس تيلقى البسمار خرج ليه من اللور من راسه. في ديك اللحظه باش داك رون داكشي اللي طار عليه بدات شي قوه بحر جهدو، حتى سمع واحد البناي واحد اخر اللي كان خدام معاه غير هو كان في واحد البيت واحد اخر بعيد عليه. صافي صاحبو ملي سمع ديك الغوات بزاف مشى كيجري حل الباب كيلقى صاحبو رون داخل له ديك البسمار في عينيه وخارج ليه من الله. صاحبو ملي شافو في ذاك المنظر قال امبوسيبل هاد السيد يكون باقي عايش، ولكن ملي شافو باقي كيتحرك مشى تيجري لعندو هو مصدوم، حيد التيشيرت ديالو وبدا كيدور عليه على راسو باش ينقص ليه شويه النزيف. جاب الله صاحبو متبت شويه قال له شوف ما تحركش راسك بقى فحال هكا، انا دابا غنمشي نقلب اللي عاون. صافي من بعد خرج كيجري من داك الدار اللي كانوا خدامين فيها وجرى واحد 300 مترو حتى وصل لواحد الدار واحد اخر اللي ساكنين فيها واحد الناس، دق عليهم قال لهم عطوني التليفون عيط لومبيلونس راه السيد شنو طار عليه. داكشي اللي وقع عيط لومبيلونس وجات في البلاصه، ركزوا لي على في البلاصه حيت كون ما جاتش في البلاصه خونا في عداد الموتى. وملي دخلوا مسعفين للدار لقاو رون في نفس الوضعيه، يعني شاد الشينيور بيديه وداك المسمار داخل له في راسه خارج من اللور، وصاحبه جالس حداه يشوف لقدر انه يعاونو بشي حاجه. ورون في داك الوقيته مسكين الله اللي عالم به، يعني صافي تصدم حيت هو باش درك الموقف بقى غير هكاك شاد الشينيور وساكت وكيدير حتى شي حركه، يعني هكا ساكت وصافي. اول حاجه داروها المسعفين هو حيدوا داك الشينيور وخلاو ليه البسمار في راسو، هزوه بحال هكاك وداوه لاقرب سبيطار كاين تما. ومن بعد جات واحد الهليكوبتر لذاك السبيطار اللي فيه رون، هزوه بحال هكاك وداوه لواحد السبيطار اللي واحد اخر اللي كبير وفيه متخصصين اللي يعني كيفهموا بزاف في هاد الحوادث اللي تيوقعوا بحال هكا. وكيدخلوه للغرفه ديال العمليات حاولوا الاطباء انهم يقطعوا له ديك الحديده من القدام ويقطعوها حتى من الله، ولكن فكروا ملي غيقطعوا من القدام
قدام ويقطعوا من اللور كي غادي يخرجوا داكشي اللي داخل ليه مسكين في الراس. القرار اللي خرجوا به في الاخر هو ان غادي يجبدوا ليه ديك الحديده كامله من راسه. ضربوا ليه بزاف ديال المورفين حيت راكم عارفين ديك الالم اللي غيحس به هو تيحيدوا ليه ديك الحديده راه ما غيعلم به غير الله. ومن بعد داك الجراح شد ديك الحديده بداو كيدوروها بشويه 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 يعني اكيد غتكون باحترافيه اكثر من هادشي اللي تنقول لكم انا دابا. وهاد العمليه خدات ساعتين. وفي ديك الوقيته ديال ديك العمليه رون مع ضربوا ليه بزاف ديال المورفين ونشط ليهم تما بدا كيضحك وتينشطط وتيقول لهم النكات. خونا ما كاينش هنا ما عرفش شنو واقع عليه راك عندك اخويا بوطو ديال الضو في راسك. وفي الاخر رون خرج بصحه جيده يعني ما تصاب حتى شي شلل وحتى العقل ديالو باقي مزيان. حاجه وحده اللي مشات له يا عينو اليمنى كما كتعرفوا راه دخلت له في عينو يعني امبوسيبل يقدوا ينقذوا لي عيني. من بعد العمليه الاطباء قالوا له السبب علاش انك ما متيش هو ان باش دخلت لك الحديده في عينك دفعت لك مخك شويه وخسرقات لك راسك من اللور. عرفتوا كون دخلت له ديك الحديده في الدماغ ديالو مستحيل انه يعيش وكاع الا كان عنده الزهر وعاش غيعيش مشلل حياته كامله. ولكن الحمد لله شوفوا ربي كيفاش لطف به وعطاه عمر جديد. المهم لعشكم هذا الكونسيب ديال الفيديو شحال هكا كتبوا لي في الكومونتير قولوا لي كمل راك ناضي وما تنساوش ديروا فولو لايك تهلاو نشوفكم في الفيديوهات الجايين.